الجو اخويا قاسح تبارك الله، والغلا كاين، والدرويش صعيب عليه الحال، الدرويش تكرفص، هضروا في الواقع، لان هادشي كلشي غلا، هادشي حنا ما عرفناه غالي من الفوق ولا مغليين البيع او الشرايه. البطاطا اليوم دايره 7600 وكاينه 6200، كي غيدير هاد المسكين تيطام بطاطا؟ الجمله الصندوق، والصندوق بحال هيك البطاطا دروك ديال البلاد راه غطيح ب 300 الكيلو وما تزيد عليها، وهذيك ديال العريش راه طيح 11 درهم ولا 9 درهم ونص، 10 11 و 9 ونص باش غطيح كله باش غيشري، لان من 4 من 6400 ل 6000 قل 200 الغلا كاين. مطيشه دايره من 60 درهم ل 2400، الخيار داير 100 درهم، خيزو دروك وقيلا شي 50 ولا 45. القرعه كانت 300 اليوم دايره 400 للصندوق، 400 للصندوق، 400 ريال للصندوق، وين الا مشيتي دروك غيبيعوها لي بالثمن. الخيار داير 100 درهم، الدنجال كان هاد اليوم داير 160 10 دراهم، دروك داير 400 للصندوق، وحنا نطلبوا الله يدير شتاويل ديال الخير. هادشي اللي نقولوا الله يهدي علينا الوقت، لان هادشي الغلا كثير، ماشي كاين شي حاجه اللي غتجري بيناتهم، الغلا من عند الله، من عند المواطن اللي جيت تقلب، راه من عند المواطن، من عند البيع والشراء، لان كيدوا السلعه يستوكوها، السلعه كيدوها يستوكوها باش تجي في واحد الوقت غاليه، والصهدره من عند الله سبحانه وتعالى، وحنا كنطلبوا الله يرزق السلامه. والمسكين تكرفص، المعيشه ديالو صعابه، ما تلاش يقد يعيش. اليوم كنت تتقدى ب 100 درهم القفه ديال الخضره، اليوم عتي خصك 6000 ما دير لك والو، اش غدير لك؟ المسكين اللحم ما بقى ياكلوش، من غيدوز ليه الدجاج داير 340 360، من غدوز حتى وانت لهلا يحاشهم الله يرزق السلامه والله ينصر سيدنا. فين الناس اللي فين زكان؟ فين زكان؟ ايوا الاجواء من رمضان، زي رمضان راه بخير، سان كيفيق كي كاين اللي خدام على راسو كيجي كي اللي كيبيع ويشري يبيع ويشري، اللي كيخدم مع الناس كيخدم مع الناس، انا كنبيع ونشري. ايوا كنفيق كنخدم، ايوا اليوم راه كاين الصهد شويه ولكن بخير وعلى خير. ايوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الانسان يحي العجز ويخدم على راسو، راه ما يخصو حتى حاجه، واخا كاين شويه ديال الغلا، راه الغلا صاحبي راه الغلا بزاف. البطاطا 240، كلشي غالي، البصله 300 ريال، انسان مول 70 درهم ومول 80 درهم الله يرحمه ما يديروا ليه والو، فهمتي؟ الغلا يا صاحبي 150 درهم بلا الديسير، 150 درهم 130 درهم ومازال ديتي غير شويه شويه شويه. بزاف اصحابي راه الغلا، كاين السوق راه الحراره اصحابي، الحراره بزاف حراره، ولكن نعديو مع الوقت اش غنديرو، رمضان راه مع البركه ومع هذا. ايوا الدريوش نقول له يصبر والشكوى لله وصافي، وكنتمناو هاد الحكومات تصبر على الدراوش، وهاد الشيء راه بزاف، الخضره بزاف، انسان خدام ب 80 درهم ولا 70 درهم، انا شخصيا 150 درهم 150 درهم ما بين الكارو ديالي وما بين الفطور وما بين هذا ما كدير لي والو. في النهار راه كان كمي عندي 40 درهم ديال الكارو، وعندي ترانسبور وعندي بزاف، وعاد الصاير راه لا اله الا الله وصافي. كاين فين اليوم؟ كاين فين زكان؟ ايوا الجو كان الحال سخون، ونطلبوا ربي الله يرحمنا من عنده، والله يرفع علينا هاد الغلا، وهاد الشيء ديال الغلا اللي قهر بنادم. دابا الدروش خدام ب 60 درهم ولا 70 درهم، اش غيخلص بها كرايج تقدا بها يدير بها شي حاجه؟ ما كاينه. ونطلبوا ربي كبير، ربي هو اللي غيشوف العبد ديالو، ما غيشوف فيه حتى واحد، الله سبحانه هو اللي غادي يشوف. وعندهم كون مولا وليدات مولا اسمه اش غادي يدير؟ كيخلص كرا عنده 4 3 5 في الدار ما خدامين، ما هو اللي خدام عليهم، كيصور 50 درهم ولا 60 درهم، نهار يصور نهار ما كيصور كاع، اش غادي يدير؟
ما عنده ما يدير، الجهد وجهد الله، الناس دواء تاعيات شي حاجه ما كاينش، ونطلبوا ربي الله يجيب الفرج من عنده. وخدامين مساكن في كارسين، النهار يصوروا نهار ما يصوروش، الله يهديك الاكثريه منهم. راه اش كنقول لك انا دابا، شكون اللي مرت؟ الدروش اللي مرت، اللي ما كا اللي ما عندوش السرير ديالو، ما عنده حتى شي حاجه، اللي غادي ينوب عليه ما كاينش الا الله سبحانه، هو اللي غادي ينوب. هو كاريها الوليدات، هذاك كيطاح باش مع الوقت يدير واحد، راه كياكل لحم وياكل ذاك، هو راه ما ياكلوه لا شهر تاع الايام ولا لا، لا جماعه كل ذاك طريف ديال اللحم. وي راه غادي تقارنها الحراره، راه مقاد الحراره ديال الغيله اكثر من هذه الحراره ديال دابا، الحراره ديال الغلا اكثر من ديال الغلا. وين نطلب الله، الله يفرج من عنده. وين فين هو البطاطا؟ ها هي البطاطا دايره قريب 5600 5500 المطيشة 20 فرانك، المطيشة 20 فرانك. الخضرة كلشي 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 غالي، المواد الغذائية تا هو الزيت راه ب 460، وزيد دقيق وزيد اسمو الدروش ما عندهم ما ياكل، عنده الله سبحانه هو إلا جبر شي حاجة ياكلها خفيفة صافي، راه دايز عايش وصافي تينوب الله. وترى أكثرية على مول المشاريع دابا غادي يحس بهاد الغلا، ما يحس به الله ما يحس به. والدرويش الأكثرية راه عول نص في البشر، راه هذا راه الله كريم.